السلام عليكم، كيفكم يا رابع؟ ان شاء الله بهذا الفيديو رح نحكي شوي واشياء بسيطة على المشغولات الخشبية، ورح ننتقل اربط لكم هذا الفيديو بالفيديو اللي عملناه عملي، كيف عملنا اطار واحرف، كيف لزقنا الخشب، شو الطريقة اللي استخدمناها ونشاطكم اللي عملتوه. لهيك رح نحكي شغلات بسيطة اليوم عن درس المشغولات الخشبية، ورح ارفق لكم الفيديو العملي اللي احنا اشتغلنا فيه. فنحكي اول شيء عن المشغولات الخشبية. بقول لك للاخشاب اهمية كبيرة في العمل المشغولات الخشبية مثل اللوحات التعليمية. عشان ننفذ هذا التمرين اللي موجود هون بيقول لك بدنا طاولات عمل، شريحة خشبية، أربع قطع خشبية، غراء، فرشة، قفازان، مادة صابون ولباس العمل. نطلع على هذا التمرين. طبعا احنا كلياتنا عملنا هذا التمرين، لكن بنرجع نراجع بشكل سريع عشان ارفق لكم الفيديو العملي ونحل النشاط اللي بعده. واحد، بدنا نراعي متطلبات الصحه والسلامه، لازم نرتدي قفازين، لباس عمل، بنستخدم الصحيح للادوات اثناء العمل، بنجهز المواد والادوات اللازمه، يعني بنجهز الغراء، الاخشاب، القاعده، الفرشه اللي راح استخدمها للغراء. ثلاثه، ضع الغراء على القطعه الخشبيه بهذا الشكل. اربعه، ضع القطعه الخشبيه على الشريحه اللي هي القاعده الاساسيه. خمسة، إلصق القطعة الخشبية على الشريحة بهذا الشكل على الزوايا. ستة، نظف الأدوات اللي استخدمتها ثم عيدها إلى مكانها وأترك المكان نظيفا. سبعة، اغسل يديك جيدا بالماء والصابون بعد الانتهاء من العمل دون إسراف في الماء. هذا راح أرفق لكم مع هذا الفيديو الفيديو العملي اللي اشتغلناه بالصف، كان كتير حلو وكلكم كنتم مميزين جدا، وعملنا برواز وعملنا أحرف وعملنا كتير شغلات في راح نحكي عنها وراح تشوفوها بالفيديو هذا لإلكم. نطلع على صفحة 26 هلأ، نشوف النشاط 2-3 اللي هي استخدامات الأخشاب. تحدث إلى زملائك عن استخدامات الأخشاب الطبيعية والأخشاب المصنعة مستعينة بالصور الآتية. نطلع هون الأخشاب قدامك، عم نستخدم هون لصنع كرسي، مكتب، باب، سفرة، مطبخ، غرفة نوم. إذا هدول الأشكال أو استخدامات الخشب اللي بلاحظها عندي كل يوم بالبيت. وإذا بتتذكروا يا رابع في الحصة اللي مضت حكينا قديه كنا نستخدم الأخشاب المصنعة في استخدام الخزائن الأسرة والطاولات لأنها أقل ثمنا، لكن مثلا الأشياء الأساسية زي المطبخ زي الباب بستخدم فيها، او زي المكتب اللي بدي احط فيه عليه مثلا اجهزه زي هيك بستخدم فيها اخشاب طبيعيه اكثر. يعني مثلا الكرسي والسفره وغرفه النوم ممكن استخدم ايش هو خشب مصنع، طبعا موجود فيه خشب طبيعي لكن اقل تكلفه ولانه ما بده يتحمل هالقد وزن، صح؟ لكن لما احكي عن المطبخ بده يعيش عمر، ما بقدر ابدله كل يوم والتاني وتكلفته اعلى، فبستخدم خشب طبيعي مثلا عشان امنع منه التسوس، مثلا هو حشره السوس اللي هي بتدخل في الاخشاب، فلازم استخدم اشياء نظيفه نوعا ما وجيده اكثر. الباب لانه للحمايه وهو حمايه البيت كله فبستخدم خشب طبيعي طبعا. المكتب إذا كان بده يحمل أشياء مثل هيك أجهزة كتير فبختاره من الخشب الطبيعي لأن الخشب الطبيعي بيتحمل وزن أثقل. نتطلع النشاط هذا رح يكون واجب بيتي، بدك تجمع صور لبعض المشغولات الخشبية زي هدول، تجيب لي هيك صور بتمثل بعض المشغولات الخشبية وبلصقها في المربعات هاي الموجودة هون، واذكر تحتها نوع الخشب المستخدم ممكن استخدامها، يعني بلصق الصورة هون وبكتب هون نوع الخشب باعتقادك طبعا شو ممكن يكون افضل نوع خشب بستخدمه فيها، وهون بدي اكتب استخداماته. تمام، نشوف هاي المعلومه اللي موجوده بصفحه 27. يتعرض الاثاث للتلف نتيجه الاستخدام المستمر والعديد من العوامل ويمكن المحافظه، زي شو العديد من العوامل؟ زي شو مثلا؟ تعرضه للماء، تعرضه للرطوبه، هذا بخلي الخشب يتلف، فيمكن المحافظه على الاثاث بالعنايه به وصيانته صيانه بسيطه حسب الحاجه مثل اعاده دهنه مره اخرى، اعاده تثبيته اذا كان مثلا زي هذا الكرسي هي اقدامه مثبته لحال فانا برجع بثبتها مره ثانيه اذا في كل وقت والثاني اذا شفتها انها صارت بتخلخل يعني مش ثابته، عدم تعريضه للماء والسوائل لانه كل ما تعرض للماء والسوائل بالمسح، ما بستخدم ماء وسوائل في الخشب لانه هيك بيخرب، تجنبه للخدوش والضربات، هاي الاشياء من انواع الصيانه
والبسيطة اللي هي إعادة الدهن، إعادة التثبيت، عدم تعريضه للماء والسوائل، وتجنب الخدوش. تمام، هاي بالنسبة للصيانة. لهون يعني بكون خلصنا درسنا، فنحل أسئلة الوحدة مع بعض. أنواع الأخشاب، أخشاب شو اللي مضغوط؟ هذا أخشاب رح تكون مصنع، فمثال عليها المضغوط وخشب اللاتيه. برافو عليكم. هون شو النوع الثاني؟ إذا هاي مصنعة شو رح يكون النوع الثاني؟ نكمل مع بعض. فإذا هاي الأخشاب الطبيعية من أمثل عليها شو شو؟ السويد، خشب السويد وخشب الزان. برافو عليكم. قارن بين الأخشاب الطبيعية والأخشاب المصنعة من حيث المصدر والسعر. لو نعمل إحنا جدول بسيط هيك، هون هاي الطبيعية، هذا سؤال ثلاثة، وهي المصنعة من حيث بده المصدر، وهون من حيث السعر. للطبيعية مصدرها الأشجار والسعر أعلى سعرا، المصنعة بقايا خشب وكرتون مضغوط أقل سعرا. تمام، بدنا مثال برضو، حكالنا مثال، سوري بعتذر، هي مثال على الطبيعية زي السويد وزي المصنعة المضغوط. ميز السلوكيات الصحيحة من السلوكيات الخاطئة. تساعد ريم دائما أسرتها في تنظيف الأثاث المصنوع من الخشب، أكيد صحيح. يسكب خالد الماء على طاولة الطعام الخشبية، تصرف خاطئ. الماء يتلف الخشب. جيم، يبعد العامل المقاعد المصنوعة من الخشب عن الأماكن الرطبة، تصرف صحيح طبعا، لأن الرطوبة إذا قربوا من الرطوبة بتلف الخشب. يحرص محمد على صيانة قطع الأثاث الخشبية ودهنها إذا لزم الأمر، صحيح، للمحافظة عليها فترة أطول. لهون بكون خلصنا درسنا والوحدة، ورح أرفق لكم الفيديو المخصص لكم بخصوص النشاط اللي عملتوه في درس المشغولات الخشبية. بتمنى يكون كل شيء واضح. إذا عندك أي استفسار أو شيء ما كان واضح لإلك أو ما فهمته، فيك تراسلني على المنصة بأي وقت وبجاوبك بأسرع وقت. باي باي، بتمنى لكم نهار حلو مثلكم يا رابع.